مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في فقرات هذا الصباح زي ما وعدناكم في بداية البرنامج أنه هيكون إحدى موضوعاتنا الرئيسية النهاردة هو عن قناة السويس الجديدة. إحنا شفنا طبعا التشغيل التجريبي لهذه القناة والنجاح الكبير لهذا التشغيل التجريبي اللي إن شاء الله هتفتتح يوم 6 أغسطس 2015. مش بس المصريين هنا ولكن المصريين بالخارج، وكمان مش بس المصريين ولكن العالم كله بالنسبة له ده حدث تاريخي كبير. هنشوفه إن شاء الله يوم 6 أغسطس، كل الناس فخورة بهذا المشروع. هنتكلم عنه أكتر وعن الأجواء الاحتفالية بمشروع قناة السويس الجديدة في هذه الحلقة. يسعدني أن أنا يكون معايا النهاردة في الاستوديو الأستاذ ولاء مرسي، وهو المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين في أوروبا. صباح الخير يا فندم، مرحبا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين، ويوم فيه تفاؤل جميل جدا عندما تتحدثين عن قناة السويس. بنبدأ بهذا الروح الإيجابية. طبعا طبعا، شكرا لحضرتك. وأعياد جميلة إن شاء الله، ربنا يتمم على خير إن شاء الله يا فندم. اسمح لي قبل ما نبدأ الحوار هنشوف مع بعض تقرير مصور عن قناة السويس الجديدة، وهنرجع مع بعض لنستكمل فقرتنا عن القناة، ابقوا معنا. وسط هالة من الفرحة العارمة للعامدين بقناة السويس الجديدة، مرت السبت الماضي أول قافلة بقناة السويس من ناحية الجنوب، والتي تضم 3 سفن حاويات عملاقة بحمولات مختلفة قادمة من البحر الأحمر وفي طريقها إلى البحر المتوسط، وسط إطلاق أبواق السفن احتفالا بمرورها داخل المجرى الملاحي الجديد خلال ساعتين كاملتين دون إعاقة من الكيلو 95 وحتى كيلو 60 ترقيم القناة. واستقل الفريق مهاب ممنيش رئيس هيئة قناة السويس أول سفن المارة بالقناة وسط عمليات تأمينية شاملة من جانب القوات المسلحة من خلال تحليق طائرات الهليكوبتر على القافلة. وبدأت القافلة بالمرور وفي مقدمتها سفينة الحاويات ساوثهامبتون، والتي تقل 133 ألف طن حمولات وترفع علم سنغافورة وخط سيرها من جدة إلى بورسعيد وغطسها 41.8 قدم. وضمت القافلة أيضا سفينة ثانية هي سفينة الحاويات ميرسيك تشيرنز، والتي تضم 95 ألف طن من الحاويات وترفع علم لوكسمبورغ وخط سيرها من سنغافورة إلى أمريكا، وتعبر من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عن طريق قناة السويس الجديدة وغاطسها 42.7 قدم. كما ضمت القافلة سفينة الحاويات مايسان، والتي ترفع علم البحرين وتضم 177 ألف طن وخط سيرها من جدة إلى إيطاليا، وتعبر من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط مرورا بقناة السويس وغاطسها 42.9 قدم. واكب ذلك العبور مرور قافلة أخرى قادمة من القطاع الشمالي القادم من بورسعيد داخل القناة الرئيسية، ليتم تحقيق الازدواجية في وقت موحد لمرور قافلتين داخل القناة الجديدة والرئيسية. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية. أستاذ ولاء، عايز أسألك طبعا في الأول عن شعورك بأن قناة السويس الجديدة في فترة وهي تحدي زمني كبير، لأنها لمدة سنة فقط تم العمل في قناة السويس الجديدة وإن شاء الله هتفتتح يوم 6 أغسطس 2015. شعورك وفخرك بهذا المشروع؟ عايز أقول مش شعوري أنا بس، شعور كل مصري وطني بيحب هذه الأرض، بيحب هذه البلد، شعور أكيد لا يوصف. أولا إحنا قمنا بثورة 30، أيدنا هذه الثورة، تخلصنا من جماعات إرهابية كانت مسيطرة على الدولة المصرية، تخلصنا، طلع علينا الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي ووعد الشعب المصري بمشروع قومي لأبنائه في الداخل هنا وفي الخارج من أبنائه المصريين، ووعد بتاريخ محدد ونفذ. الغرب كان بيشوف ان الكلام ده كلام خيالي، الخارج الصحف احنا شفنا كلام بدون افعال، يعني قالك ده موضوع خيالي ان تقدر تنفذي مشروع في خلال سنة، ولكن طبعا توقعاتهم جاءت مخيبة للأمال. عايز أقول لحضرتك حاجة برضك تعقيبا، ليس في حاجة اسمها مصر في الخارج، نحن عنواننا في الخارج زي حضرتك عنوانك هنا في مصر، فإحنا وكلنا مصريين. النهاردة ملتفين حول الدولة المصرية، حول قائدها الذي وعد وأوفى، بنشكره وبنشكر كل القائمين على هذا المشروع الكبير الضخم والعاملين فيه، من أصغر عامل لأكبر مهندس، إن هم عملوا تاريخ جديد للشعب المصري لأبنائنا يفتخروا به
وانا النهارده سعيد. ليه؟ لان ده هيخلد في التاريخ وهبقى جزء من هذا التاريخ. هنحتفل بذكرى هذا اليوم بعد كده. واعادي مع حضرتك النهارده في برنامج اتحدث عن قناه السويس الجديده، ده بيحطني في التاريخ المستقبلي يفتخر بيه اولادي ان شاء الله والاجيال القادمه. فده يعني عمل انا بنقدسه ونحترمه وبنشكر كل القائمين عليه. طب استاذ ولاء، عايزه اعرف كيفيه احتفال المصريين المقيمين بالخارج بهذه الاحتفاليه الكبيره اللي ان شاء الله هنشهدها يوم 6 اغسطس، يعني عايزه اعرف ايه الترتيبات لهذا الاحتفال؟ شوفي اقول لحضرتك حاجه، انا بمثل عضو في اتحاد المصريين في اوروبا. احنا الاتحاد عندنا يعني متوزع على كذا دوله في الخارج، في ايطاليا وفي كل اوروبا، في جميع معظم دول اوروبا. فطبعا في التنسيق القائم بيننا وبين السفاره المصريه، سفاراتنا في الخارج، في السفارات في اوروبا. ان في اليوم ده زي ما انتوا هتحتفلوا هنا، كل المصريين هيحتفلوا امام السفارات المصريه رافعين الاعلام ومجهزين للكلام ده. وبنستغل هذا الحدث التاريخي لترويج السياحه الى قناه السويس. وليس بس فقط احتفال، لا، احنا عايزين نبعت رسائل لكل ابنائنا في الخارج، المصريين في الخارج، بترويج بعض الرحلات الى قناه السويس اللي هم ما حلفوش الحظ ان يحضر الاحتفاليه دي. فاحنا هنقدم له رحلات الى قناه السويس، دي من ضمن المبادره اللي احنا عاملينها. احنا عاملين مبادره فيها كذا جزء، هي اولها موضوع ان احنا عايزين نقول للعالم ان السياحه ليست تعتمد بس فقط على الاجانب، ولكن احنا عندنا 10 مليون مصري في الخارج. النهارده يقدروا كل واحد نفسه يروح يزور القناه الجديده، من حقك تروح كافواج سياحيه لتدعيم يعني كل المقيم خارج مصر، سواء كان مصري او اجنبي، لان انت كده هتدعمي كمان الاقتصاد. يعني انت فتحتي افاق جديده سياحيه للقناه، فدي عايزين نستغلها. شركات السياحه تشتغل على كده، وزاره السياحه تشتغل على كده، لان انت عندك ابناء المصريين في الخارج متعطشين لرؤيه هذه القناه. الجزئيه الثانيه ان احنا بنتكلم عاوزين نعمل حاجه في الداخل هنا، مسابقه بتتكلم عن رسم عمله ورقيه، بنك نوت لهذا المشروع. يطرح هذه المسابقة مع طبعا الدولة هي هتراجع الكلام ده هون، وتشوف مين اللي يقدر يفوز بهذه المسابقة، وتبقى دي بترسخ في وجدان الشعب المصري هذا الحدث التاريخي، لأن دي حاجة مهمة جدا. الجزء الثاني برضك عايزين نعمل طابع بريد، ده برضك مسابقة اللي احنا هنعمله كالاتحاد، هنعمل مسابقة وهنرسل المسؤولين هنا داخل مصر الرسومات لإنشاء طابع أو عمل طابع بريد زي في أوروبا بالظبط. ده يعني كله تم الترتيب ليه، هيتم في الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية ده ليه؟ أمل العملة الورقية دي بتخضع لمعايير معينة على حسب المواصفات، ازاي الدولة هتدير الحاجة زي كده. ولكن الطابع البريد ده احنا هنعمل أفكارنا كمصريين في الخارج وهنرسلها للدولة، وتقدر تشوف ايه اللي يناسب هذا الحدث التاريخي، لان ده مهم جدا، لان هذا الطابع البريدي ده مهم جدا. ده رسائل للخارج برضك، مش بس للداخل. يعني انت لما في اي رساله بتجيلك عليها طابع حاجه تخص افتتاح قناه السويس الجديده، فدي ترويج للسياحه اشياء كتيره جدا. نتمنى ان القائمين والمسؤولين يحطوها في أولوية المرحلة القادمة، مهمة جدا. طيب اسمح لي، يعني من خبرة حضرتك، الناس برا، مش بس المصريين اللي عايشين برا، ولكن المقيمين برا حتى الأجانب، شايفين مصر في هذه الفترة ازاي؟ يعني احنا شفنا في الإعلام الغربي كان بيقوم، مش هقول بتشويه الأخبار، ولكن الأخبار كانت غير صحيحة عن مصر في الفترات اللي فاتت، يعني ما كانش فيه شفافية قوي في نقل هذه الأخبار بصورة صحيحة. عايزة أعرف نظرة الغرب للمصريين دلوقتي عاملة ازاي، والمصر في الفترة اللي فاتت برضو كانت عاملة. بص هقول لحضرتك حاجة، ما يعني لازم نفهم الناس ان حصل في مصر زلزال، أنا بعتبره زلزال. هذه ثورة 25 وثورة 30 حصل في مصر زلزال، وهذه توابع اللي بيحصل في الخارج من إعلام مضلل للعالم الآخر، فده توابع للزلزال اللي حصل في مصر.
لازم يعني هتسمعي في يعني في شائعات، هتبقى في شائعات مطروحة على التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر والحاجات ده هي علشان يفسدوا فرحتنا بافتتاحية قناة السويس. أنا عايز أقول للشعب المصري ما تلتفش لحاجة زي كده، ما تبصش لحاجة زي كده. الخارج الحكومات هي ليها مصالحها، لازم نعرف ان الاوروبيين او الامريكان ليهم المصالح بتاعتهم ايا كانت، اذا كانت مين ايا كان مين، ما يهمهمش مين اللي يحكم مصر، المهم ليهم مصالح. عايز اتكلم اكتر عن المواطنين نفسهم، يعني مش الحكومات ولكن الناس عامله ازاي. يعني حضرتك لما بتسافر برا وتتكلم مع حد عن قناه السويس الجديده او يعني الناس هو في البداية ما كانوش مصدقين ان الموضوع ده هيظهر للنور، ويشككوا في حاجات كتيرة جدا، في التربة ومش عارف ايه، وطلعوا شائعات كتيرة جدا، وفي بعضهم صدق وفي بعضهم انكر الكلام ده هون. ولكن النهاردة احنا عايزين نقول لبلدنا، انت ايه النهاردة، انت بتعملي ايه النهاردة. كل ده ردود على اي مغرد عايز يشوه الدولة المصرية. فتأكدي احنا كل مصري شريف طبعا هيكون مؤيد للي احنا بنشوفه ده، اما اللي هم المأجورين اللي احنا عارفينهم او تابعين الى تنظيم الاخوان او الجماعات الارهابية، فطبعا دي بيموتوا غيظا بهذه اللحظة. يعني لهذه اللحظة انا بكلم حضرتك فيها يموتون غيظا من اللي بيحصل في مصر حاليا، في التطور اللي بيحصل. اولا التطور ده تطور اقتصادي هائل، هيفتح افاق جديدة للشباب انه يقدر يلاقي فرص عمل جديدة. انت بتحط مصر على الخريطة الدولية بشكل تاني، انت بتقولي ان مصر قادرة ان هي بابنائها، ومش محتاجين. لو شفتي موضوع السد العالي ازاي اتعمل، والنهارده شوفي قناه السويس لما الاولانيه اتعملت ازاي بدماء المصريين. النهارده باموال المصريين، ومش بقرض من البنك الدولي اللي هيقعد يذلنا بيه او الكلام ده هو، لا ده بفلوس المصريين هم اللي فتحوا قناه السويس. يعني دي رساله للخارج ان الشعب المصري موحد ضد اي حد تسول له نفسه ان يعتدي عليها. فالنهارده عده رسائل كبيره بتوصل للخارج، بتوصل للحكومات، بتوصل للشعب المصري وكل متحدث باللغة العربية في الخارج. النهاردة شايف مصر حاجة شكل تاني، وكل يوم انت تأكدي ان بيحصل حدث جديد بيغير الصورة. فانت النهاردة لابد ان انت ما تركزيش على هما بيقولوا ايه، ركزي انت هتعملي ايه، علشان بتبعتي رسائل مهمة جدا. طول ما انت بتشتغلي وما بتديش ودانك للي بيتكلموا عنك فانت بتنجحي، بتركزي صح فبتنجحي صح. انما لو قعدنا فكرنا الناس دي بيقولوا علينا ايه، يبقى مش هنتقدم، ما يهمناش الناس دي. مش شرط تفكير هما يقولوا علينا ايه، ولكن تبقى الصوره برضو واصله صح. يعني الصوره واصله صح، ابقى متاكده ان اللي عايش بره عارف ان مصر مش بلد عندنا قصور في بعض الحاجات، عشان تبقى احنا عندنا اي كسور، بلد فيها ايجابيات عندنا قصور في الاعلام الخارجي. دي نمره واحد عشان بس نكون معترفين بيها، لان هم بيشتروا الاعلام الخارجي وهم ليهم اسهم في بعض الاعلام الخارجي الدولي، واخد بال حضرتك، فبيقدروا يسيطروا على الحته دي. احنا عايزين المرحلة اللي جاية زي ما ركزنا في موضوع قناة السويس، عايزين نركز، ودي الأهم، ودي رسالة للدولة المصرية، تركيز مهم جدا ان انت لازم يكون عندك اعلام خارجي وليس اعلام داخلي يتحدث عن نفسه. يعني واخد بال حضرتك الاعلام اللي عندنا بيتحدث يعني في غرف مغلقة، ما حدش بيسمعك خالص، يعني ما حدش يعرف مين لميس الحديدي دي بره، ما حدش يعرف مين خير رمضان، ما حدش يعرف مين الناس دي بره، لان انت بتتكلمي بلغة الدولة المصرية للشعب المصري. انما الخارج ليه لغة مختلفة، لازم تتحدثي باللغة بتاعته علشان تقدري توصلي الصورة الحقيقية وما يحدث داخل مصر بالظبط، عشان تقدري تقولي انا دولة سلام، انا دولة بتسعى للتنمية. ده موجود بالفعل، كل الكلام ده يعني اكتر كمان من الكلام هو هيبقى موجود بالفعل. في جهات في مصر لازم تشتغل اكتر، لان مهم جدا، لازم تغيير بقى الخريطة بتاعتنا، السيستم بتاعنا. مش عايزين تبقى الخريطة بتاعتنا مانوال، لا احنا عايزين نواكب العصر في التكنولوجي، ونقدر نحدث نفسينا في توصيل الرسالة للعالم الاخر، فده مهم جدا.
طيب عايزة أتكلم برضو عن اتحاد المصريين في أوروبا، يعني عايزة أعرف أكتر عن هذا الاتحاد، تم إنشاؤه إمتى، يعني عايزة تفاصيل أكتر لمن لا يعرف عن هذا الاتحاد والمجهودات اللي بيقوم بها. بص هقول لحضرتك حاجة، الناس كتير تعرف الاتحاد المصريين في أوروبا أنشأ في حالي على 14 سنة، بقى له 14 سنة بنشتغل. كنا مشاركين في لجنة الخمسين، أنا كنت واحد من ضمن الناس اللي شاركوا في لجنة الخمسين، أنا والدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد، وغيرنا مواد لصالح المصريين في الخارج لاشتراكهم في الترشح للانتخابات مجلس النواب القادمة إن شاء الله. احنا عملنا دعوة علشان نقول للمصريين من حقكم انتم تصوتوا في سفاراتكم، احنا اللي رفعنا قدام المحكمة في هنا في مصر وكسبنا القضية، وخلينا المصري ان هو يقدر يروح يصوت في السفارة في اي انتخابات سواء برلمانية او رئاسية. النهاردة مزدوج الجنسية بالدستور الجديد بقى من حقه، ونجحنا في المحكمة الدستورية وحصلنا على تأييد المحكمة الدستورية من حق المصريين في الخارج مزدوج الجنسية ان هم يشاركوا الحياة السياسية، واي شيء يقدروا يشاركوا فيه النهاردة ما بقاش في فرق بين مصري في الداخل ومصري في الخارج. الكل المصري الشريف الذي يعمل لصالح الدولة المصرية، وده الرسالة اللي كانت مهمة. اي نعم في ناس مش كويسة، فالدولة اكيد عندها الجهات الامنية اللي تقدر عين الصقر دي تقدر تشوف كل حاجة، واحنا عمرنا ما شككنا في اجهزتنا، لان اجهزتنا ليها اسلوبها اللي تقدر تكتشف من بيحب البلد دي بجد ومن هو اللي هو عايز يجي يخرب، فاللي بيخرب ده ملوش مكان بينا. لكن اكيد في فترة الصعوبات اكيد هذا الاتحاد عانى من يعني عقبات كثيرة، مش في هذه الفترة ولكن في السنوات الماضية. في البداية ايام الحكم السابق كنا نعاني من الحصول على الحقوق المصريين في الخارج، كنا بنناشد الدولة كتير في بعض المؤتمرات والندوات اللي كنا بنعملها في الخارج، فما كناش بنحصل. ولكن من بداية ثورة 30 لغاية النهاردة احنا حصلنا على مميزات من 30 سنة كنا بننادي بيها، فده شيء رائع جدا. ما انا لسه بقول لحضرتك، اولا ان انت تروحي تستفتي زيك خارج السفارة، ان الدولة تعترف بيكي ان انت مصرية، ان الدولة تقول والله ابنائي دول خرجوا علشان يتعلموا وايه وهيرجع منهم العلماء، انا مش عايز اهملهم، انا عايز استفاد من علمائي في الخارج دول وايه ويشاركوني في الحياة السياسية والاجتماعية وكل شيء والاقتصادية، واستفاد بعلمهم ده لصالح الدولة المصرية. أولا تحولات المصريين في الخارج، النهاردة تحولات المصريين في الخارج هي اللي أنقذت الاقتصاد المصري من ثورة 25 يناير لغاية النهاردة، اللي هي بلغت 22 مليار دولار اللي بيدخل البنك المركزي في الوقت ان مصر كانت بتعاني من نقص في السياحة وفي بعض المشاريع وحاجات زي كده، والعجلة كانت واقفة بسبب الفوضى اللي عملوها جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة في مصر. ولكن الدور المصري هنا بجد كان مهم جدا، المصريين في الخارج كان لهم دور فعال كبير جدا جدا. ما هي دي الحتة اللي أنا عايز أركز عليها، لأن الفترة دي كانت فترة صعبة على الكل، فخاصة المقيم في الخارج وبيسمع كلام من الناس، يعني الأجانب بقى برا، لا أنتوا بلد إرهابي، لا أنتوا بيحصل كذا وكذا وكذا، يعني بيبقى في ضغط أكتر على المقيم في الخارج. لا أنا ما فيش ضغط، عشان أقولك في أوروبا حياة ديمقراطية، لا فرق بين أنت مصرية أو إنجليزية، ولكن هما يناقشوا السياسة بموضوعية. لو أنت قدرت توصلي الرسالة بتاعتك بتقنعي بيها فبيصدق وبيقتنع. هي بقى هنا دور المصري اللي في الخارج، هنا لما بيقعد مع أصحاب الدولة اللي هو عايش فيها فبيقدر يقنعهم بالأسلوب اللي يقدروا يفهموا، فدي في حد ذاته مهم جدا. هم بيقتنعوا على فكرة، هم لما بيسمعوا حد بيقول لهم على حاجة ويقتنعوا بيها فبيصدقوها. فعشان كده بقول إيه، كل مصري في الخارج هو سفير لمصر، مش السفير بتاعنا بس اللي في السفارة، لا كلنا سفراء في الخارج للدولة المصرية. احنا اللي نقدر القادرين على الدفاع عن مصر في الخارج، ده كان دورنا. عندما ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الامم المتحده، انت شفت حضرتك كل الجاليات المصريه اللي في الخارج راحت وراه. لما راح زيارته الاخيره لالمانيا،
كان الاتحاد نظم هو العملية الدهية كلها، وأرسلنا كل القوافل اللي سندت رئيس الدولة. الرئيس الوحيد اللي في العالم اللي هو ليه ظهير شعبي في الخارج، ليه ظهير شعبي خرج وراه، وخرج وراه عفويا. وبعد كده هقول لحضرتك حاجة، ده في حاجة حصلت، ان الرئيس مرة طلع بالبدلة العسكرية، كل التواصل الاجتماعي المصريين كلهم حطوا صورته بعد استشهاد النائب العام، دي بعد استشهاد النائب العام. كانت رسالة مهمة الى الخارج ان الشعب يؤيد رئيسه، ان الشعب ورا الراجل ده، لان الراجل ده راجل محترم وبنحترمه، وان شاء الله هيجلب الخير لمصر. ومش انا مش بتكلم لا نفاقا ولا رياءا، اقسم بالله العظيم ثلاثة، انا بتكلم لان عندما وعد اوفى، فدي كانت حاجة مهمة جدا، كانت رسالة مهمة جدا لينا احنا كمصريين. لما الرئيس يتحدث، زمان الرؤساء كانوا بيتكلموا كتير ويوعدوا خطة خمسية وخطة تلاتينية وخطة مش عارف ايه، وما كانش فيه الحالة واقفة. النهاردة انت بتشوفي ان عمل مؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، عمل المشروع ونفذه، القوات المسلحة شغالة في الطرق، هنا في طرق انا بشوفها هنا في مصر جديدة يعني رهيبة جدا بمواصفات عالمية. يعني انا ساكن في التجمع حضرتك، شفت الطرق هناك اتعملت يعني احسن من الطرق في اوروبا، والله العظيم حاجه جميله برغم جدا، برغم الارهاب اللي احنا بنواجهه مش بس في الخارج ولكن هنا كمان. بس في دور بقى على الناس هنا في مصر، الناس لازم بقى تشتغل. يعني انا عايزين نحط قواعد للدوله المصريه، سيستم الناس تمشي عليه، واخد بال حضرتك، واللي يخالف القانون يطبق، بس ما يطبقش بالوساطة أو أي شيء، لا يطبق حقيقة. يعني تغيير ثقافة تغيير الشعب، ثقافة المصري، الشعب المصري مش بس، عايزين برلمان، مش بس سياسة، عايزين برلمان يخش فيه العقول العلمية، مهم جدا، المستنيرة مهم جدا. برلمانك اللي جاي ده أخطر برلمان للمرحلة الأخيرة في خريطة الطريق دي، لازم نركز عليها زي ما نجحنا في قناة السويس، عايزين ننجح في اختيار البرلمان. عايز أقول للشعب المصري، عندما تدلي بصوتك اعمل زي الغرب ناجح، ليه؟ لأن عمره ما باع صوته، نزل ادى صوته للي يستحق، اللي يبني البلد، فاحنا عايزين ندي صوتنا للي يبني مصر واللي يقف مع الرئيس في التنمية اللي هو بيتكلم عليها. فالنهاردة اذا حصل فجوة بين الرئيس والبرلمان، ده هيعطل الرئيس في حاجات كتير. احنا عايزين ناس تمشي على نفس الوتيرة بتاعت التنمية، اما يخش برلمان دكتور او عالم هيقدر يطور في الحياة الادارية في مؤسسات الدولة، هيقدر يطور في اشياء كتيره جدا، هيعود على المواطن في الاخر والاجيال القادمه. طب استاذ ولاء، اخيرا انا عايزه كلمه يعني اخيره من حضرتك بخصوص قناه السويس، الرساله اللي بيبعتها لنا المقيمين المصريين المقيمين في الخارج لاخواتهم هنا، يعني الرساله حضرتك قول. انا عايز ابعت رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي كاتحاد المصريين في اوروبا، احنا ارسلنا رساله لمؤسسه الرئاسه ان احنا نفسنا نكون في اليوم التاريخي ده اللي هيفتتح فيه قناة السويس، عايزين نكون موجودين. احنا طبعا بعتنا رسالة لسه ما جدناش الرد، فأتمنى يكون الرد ان احنا، لان ده هيرسخ في وجداننا حاجات كتيرة جدا، فالتعب اللي احنا تعبناه في السنين الماضية دي هنحس بيه بالفرحة بجد يعني. فأتمنى ان لحد لو حد سمعنا أرجوكم يعني تواصلوا معنا، وإحنا عايزين نحضر اليوم التاريخي ده. بنشكركم على مبادرة قناة السويس الجديدة، مشروع كل مصر. لا طبعا ده مبادرة هايلة بصراحة. احنا عمالين نركب طيارة بلدك كمان. عايز أقول للمصريين تكاتفوا والتف حوالين هذا الرئيس، لأن الرئيس هذا بيعمل شيء لولادكم، إحنا بنعمل أشياء للأجيال القادمة. عايزين نبني مصر بلدنا، وسيبكم من الإرهاب، ولو شفت إرهابي اتكلم عنه. تمام يا استاذ ولاء، بس يعني روح ايجابيه بصراحه بننهي بيها الحوار. استاذ ولاء مرسي المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصريين في اوروبا، بشكر حضرتك على وجودك معنا. اشكرك.